وهرفع الريفليكشن سترينث شوية ونعمل ده. ماشي جميل، هنروح للسكانر وفي الاتريشنز ممكن نزود السموث شويه، بس ده هياخد او هيزود التفاصيل بس هيدي شكل كويس. لو جينا عملنا بلاي ممكن نعمل حاجة كمان، لو رحنا في الاكس بي ام متر وقلت له نو انتر اكشن، نو انتر اكشن دي ولا واحدة من دول تخبط في بعض. لو جينا عملنا كده هنلاقيها بالمنظر ده. هنقلل الريدس شوية بحيث يقربوا من بعض شوية. وهنروح للسكانر ونخلي الاتريشنز بتمام. اعتقد انت خدت بالكم السكانر ممكن يتعمل بيه. نشوف حاجة احلى، نشوف تخيلوا كده لو احنا خلينا الكلام ده كله خبط في الارض. طيب انا عايز ابص بره الكاميرا بتاعي لان بالمنظر ده انا هلخبط الدنيا، انا عايز بره الكاميرا. مبدئيا فلتر، هروح اشيل الجريد وهبص هنا هلاقي الدنيا كلها عندي في السيرفس ده اللي هو اللاندسكيب اللي قدامي ده اللي عليه الليله كلها، ده اللي هيبقى الكود رايتر. لو احنا عملنا رايت كليك وقلت له اكس بارتكلز ديمو تاج، ما بحبش الكلمه دي، اقول له اكس بارتكل كولايدر. حلو، كولايدر ده بقى معنى كده ان البارتكلز هتخبط فيه وترد. تعالوا كده نعمل بلاي ونشوف الدنيا هيبقى ظروفها ايه في البارتكل اللي هتنزل، عشان في حاجه المفروض مش عارفه تحصل ولا مش هتحصل في النورمالز على حسب اتجاه الفيسز دي. لو اتجاه الفيسز دي فوق يبقى حظنا حلو، لو اتجاهها مقلوب حظنا وحش، بس اعتقد ان احنا هنطلع حظنا حلو. يلا 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 يلا، ايوه اهي بدأت تخبط، ما اعتقدش نزلت تحت، ما نزلتش تحت، ما نزلتش تحت. هنا البارتكلز بدأت تخبط في السيرفس. لو احنا رحنا جينا عملنا كده من غير حاجة وجينا عملنا بلاي، بدأت تنزل على السيرفس نفسه. جميل، طب ما تيجي كده نبص. اولا عندي هنا الباونس اللي هو الارتداد، خلاص هترد قد ايه؟ انا هعمل باونس فاريشن، الفريكشن قوه الاحتكاك، لو زادت البارتكلز هتنزل تتكون فوق بعضها مش هتتزحلق على السيرفس. لكن السكاتر ده اللي انا عايزه، لان البارتكل بتنزل من شايفين شبه الشوكولاته نازله فوق بعض، لكن انا عايز اوزع البارتكلز بتاعتي. بصوا كده، لو احنا جينا عملنا كده
ايوه البارتكل هتخبط وهتتشتت، ما عادتش بتتكون، ما عادتش بتتكون في مكانها. في نقطة تانية، كاستم ريديوس خمسة ولا حاجة، نرجع للكولايدر تاج اللي هو ده. عندي بعد كده forces attraction pull، كل الكلام ده هنجيله بعدين، بس انا عايز حاجه مهمه قوي، spawn on collision. spawn يعني البارتكل اللي تخبط ترتد، ده ظريف. لو احنا جينا شلنا البتاعه دي، شلنا البتاعه ده، المفروض عايز البارتكل تحصل من 13، تمام؟ عشان تحصل الطرطشه دي انا محتاج اميتر تاني، ارميه بس وخلاص، وروح للاكس بارتكل وروح للاميتر ونحطه تحت الاميترز ونسميه اس بي، اختصار لسبلاشز سبلاشز. نيجي للباشا ده، لو انت قلت له سبون كولجن وقلت له انيبل، هيقول لك طب فين الاميتر اللي انا هاخد منه البارتكل بتاع السبون؟ هقول له خد الاميتر. تمام، هنا الكوليجن او السبون بارتكلز بوزيشن، كوليجن بوينت ولا ديترمينت باي اميتر، خلينا في كوليجن بوينت. هنا الدايركشن طبعا هيبقى راندوم. عندي بعد كده سبون بارتكل سبيد، هياخد نفس سرعه البارتكلال الاوريجينال اللي خبطت. نمبر اوف سبونز اللي هو العدد بتاع البارتكلز اللي هيطلع من السبونينج. جروب دي كويسه، لو انا رحت للاكس بي اميتر ده خلاص ورحت على جروبس وقلت له كرييت نيو جروب، اوبس كرييت اند اد. بس الفكره ان الايميتر ده انا عايزه يطلع بشكل مختلف او بالوان مختلفه، وليكن لون احمر، وعايز ده يكون هنا. هو راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ اهي الجروب دي. هنا سبون وانس اونلي، عشان مش كل ما يخبط ينقسم، او البارتكل كل ما تخبط كانت هتبقى مشكله، تبقى انفينيت. كل اوريجينال بارتكل عشان البارتكل اللي تنزل تختفي. انهيرت كلر عشان ياخد كمان الكلر، لا عشان اللون. هنيجي هنا ونعمل بلاي، المفروض البارتكل اللي هتحصل الارض هتخبط وترتد وتتلاشى وتنقسم لبارتكلز حمراء. ايوه اظن شفته. بالشكل بس زي ما انتم شايفين ما بتطلعش فوق قوي، عارفين ليه؟ علشان الاميتر ده واخد دي اكسكلود، المفروض كده البارتكلز دي ما تلزقش في الارض. طبعا هنضطر نحط جرافيتي تانية تكون بمستوى اقل، بحيث البارتكلز ما تطلعش في الهواء على طول. كويس،
طبعا واحد يقول لي نعمل ايه؟ اه بتلعب في دماغك. ايه اللي بيلعب في دماغك؟ انك انت تيجي هنا اهو والدبل كده، وكل الحكايه بس انك انت تقوم رايح واخد الاكس بي ام متر ده اهو راميه هنا، تمام، وتقوم شايل ده، صح؟ مش ده اللي كان في دماغك؟ ماشي. بوليجون سايز 5 وكل حاجة تمام، بس في نقطة بس مهمة أوي ده أهو، آسف، في الباشا ده العدد ده كبير، عايزه صغير بس علشان طبعا لو جيت هنا وقمت راجع هنا اهو وشلت ده ايه هيرجع كتير بالشكل ده كده. بس انا محافظ على التفاصيل ليه؟ لان انا جيت هنا في السكينر ده اهو وقللت الكاستم ريديس فعمل تفاصيل. لو رحنا في الكوليجن ورفعنا بس الباونسز هلاقي البارتكلز ارتدت بمقدار اعلى، ولو رحنا للفريكشن وخليناه 0.5 نص ورفعنا السكاتر وعملنا اكسباندنج للبارتكلز بحيث انها تنتشر في مساحة اكبر، نشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. هدوبليكيت الماتيريال دي وكل حاجة، بس اروح الكلر واديها كلر زي ده، نكمل. جميل، نرجع للكاميرا بتاعتنا بقى. وهنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا بصراحة يعني عايز احط دي وعايز احط دي، هنشر دول والامبنت اوكلوجن زي الفل، كونتراست في اللي هي 30 ده خليه 180 وده خليه بتاع 2. تعالوا كده نعمل ريندر وارجع لكم بعد الريندر. للاسف قبل ما اعمل ريندر قللت البوليجون سايز لواحد، فسينما يعني الراجل قال لي مش هعمل لك حاجه،
فده الشكل النهائي اللي طلع من السكينر. اتمنى يكون السكينر ويكون الكولايدر اتفهموا كويس. السكينر ممكن نعمل بيه شغل كتير جدا جدا جدا، سواء من سبلاينز، سواء من اوبجكتس، سواء من بارتكلز. الكولايدر بيحتاج 2 متر في حالة السبون. لو انا هخلي البارتكلز تخبط في حاجة وترتد بارتكلز تانية، ممكن تتحكم في سلوك البارتكلز التانية دي بموديفايرز جديدة، وبكده تخلق سيستم واثنين وثلاثة واربعة. اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة. شكرا لكم. كان معاكم احمد عبد الرحمن من GFX Academy.tv. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.